فكرة تحفة للديكور. هنحول جردل البوية ده للكرسي التحفة ده. هنجيب جردل بوية فاضي ونلف عليه سفنج مضغوط أو فوم، ونعلم عليه علامات للخرام بتاعة الكابوتونيه، ونقص مكانها بالمقص، ونجيب قماش ليكرا ونغطي بيه، وندبس بدباسة الحائط مكان الخرام والفتحات اللي عملناها في الفوم، ومن جوه نثبت القماش بمسدس الشمع ومن ورا برضو، ونجيب الفصوص ديت ونلزقها جوه الفتحات اللي عملناها عشان تدي معانا منظر جميل. نلزقها كلها بمسدس الشمع، ونجيب كرتونة نقصها على شكل دايرة، هتبقى ده الغطا. هنحط فوقيه طبقة من السفنج، وبرضو نعمل لها فتحات للكابوتونيه، نشد عليها القماش وندبسها بدباسة الحائط، ومن ورا نشد القماش وندبسه ونعمل لها فينش، وده المنظر النهائي.